بداية أسبوع جديد مشاهدينا وإن ما كنتوا عم بتابعونا، نحن وياكم دايما على الموعد يوميا بتمام الساعة 9 عبر صبحيات تلفزيون لبنان، صبحية بتشمل كل المواضيع اللي معقول تنال إعجابكم، كل المواضيع اللي معقول تكون محط اهتمام عندكم بهذه الظروف الصعبة، مواضيع اجتماعية ثقافية فنية حياتية اقتصادية وكل المجالات اللي فعلا معقول نفكر فيها. صبحية بتجمع الكل، كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والحزبية والمذهبية وغيرها. صبحية هيك بتخلينا نفكر أكثر ببكرة ونفتش عن هذا الأمل اللي معقول نحن نخلقه بالبكرة اللي واصلين له. بكل أحوال بهذه الظروف الأليمة وظروف الصعبة اللي عم نمر فيها، لابد أنه نتمسك ببعض النعم اللي موجودة بحياتنا. كل حدا منا عنده نعمة، عنده طاقة إيجابية، عنده طاقة أمل، عنده أشياء لازم يشكر عليها ولازم يفكر بهذه الإيجابية وبهذه النعم اللي هو بيملكها، وخلوا السلبيات للسلبيات لحتى يجي وقتها وتنحل بيوم من الأيام. بكل أحوال إذا كنتوا موجودين ببيوتكم ومش موجودين بطوابير الزل اللي منتشرها على محطات البنزين أو بالسوبر ماركت أو بالصيدلية أو وين ما بدكم، نحن منصبح عليكم بالخير، ولكل الموجودين بالطوابير الطويلة أيضا منقول لهم عبركم صباح الخير، على أمل هذه الطوابير تنتهي، لأنه شعب مثل الشعب اللبناني ما بيستاهل إلا أنه يعيش بعنفوان وكرامة وبكل إرادة صلبة. بشارة صباح الخير. صباح الخير جو، شكرا على هالمقدمة. يعني أي متى مطرت آخر مرة؟ أنا في الوالد عم بينطر، أنا ما عم بنطر والله زعمت هو مسؤوليات البيت بعد، بس صراحة نحن وعم نجي عم نمشي كتير بكير لما نعلق بالعجقة ودايما بتشوف الطوابير. ما بعرف، حسيت بلاشوا اللبنانيين للأسف يتعودوا على هذا المشهد، كل شيء متعود له مشاهدينا بهذا البلد، بس بمحل لازم نقول لا، لازم نقول ستوب، ما فينا بقى نكفي هيك. يعني هيدا أزمة لازم تنحل بسرعة، مش معقول نكفي بهالقد الزل. ونحن مثل ما كان عم بيقول جو، شعب معروف بكتير من الكرامة وبكتير من العنفوان. على كل حال نتمنى هالأسبوع يحمل معه المستجدات الإيجابية على كل الأصعدة، وخاصة كمان على الصعيد السياسي والحكومة، إن شاء الله بتتحلحل شوي مع أنه ما شكلها. يعني جو، يعني في رأيين، رأي بيقول أنه في حل سريع نحن بانتظاره، ورأي بيقول أنه رايحين على تشاؤم وسلبي. بكل أحوال تعودنا حتى انه ما يكون في حكومه، يعني لهالدرجه الشعب اللبناني تارك موضوع الحكومه على جنب وعم بدبر حياته، يعني بقالون بنزين من هون، بشويه لحمه بجمعهم بالثلاجه من هون، مدبر حياته الشعب اللبناني. وهذا مش تعود، لا، هذا اراده عند اللبناني ليقول له للمسؤول انه شو ما عملت نحن رح نبقى عايشين ورح نستمر وعارفين هيدي ازمه ورح تخلص. بكل احوال بشاره، بكل هيدي الازمه، بكل هيدي المعمعه، ما زال فيروس كورونا على الرغم من تدني عدد اصاباته بلبنان ما زال قائم، وما زال من الواجب انه ناخذ احتياطي. حال يعني 46 ألف شخص امبارح تلقوا لقاح فايزر بالماراثون اللي صار نهار السبت ونهار الأحد. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح لنهار التنين. بسي حلقتنا اليوم بنضم إلنا مجموعة من الضيوف والمواضيع اللي اخترنا لكم إياها مع فريق الإعداد. بعد شوي الزميل جولة حودي بيستقبل دكتور ناجي بختي، أستاذ جامعي وكاتب، ليحكوا عن كتابه الجديد بين بيروت والقمر أو بتوين بيروت أند مون. رح نستقبل كمان اليوم بسي حلقتنا سارة نصر الله والفنان رفعت كرباج من محمية أرز الشوف، لنحكي عن سيمبوزيوم للرسم صار امبارحة بالمحمية ومجموعة من اللوحات رسموها أكثر من 45 فنان. رح نحكي عن هالحدث الفني والبيئي بامتياز بسي حلقتنا. أيضا بنضم لنا اليوم فادية التنير، كاتبة ومخرجة عرض مسرحي، لنحكي عن عرض حكواتي مونودرامي مشبع بالعواطف عبر ذكريات بيروتية. أكيد دايما المسرح له حصة كتير كبيرة ببرنامجنا بأحلى صباح، ودايما بهمنا بهيدي الفترة نرجع ندوي على المسرح والأعمال المسرحية اللي شوي شوي عم ترجع على الحياة. وأخيرا رح نكون مع مهد ديب ودكتور خضر الحلبي من ملتقى من أجل العدالة للبنان وشعبه، اللي أطلقوا مؤخرا كتاب له علاقة بضحايا تفجير الرابع من آب بمرفأ بيروت. هيدي المواضيع لحلقتنا لليوم، إنما هلأ صار وقت ننتقل سوا على مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي مع عباس عبيد. صباح الخير عباس. ألو. ألو عباس، عم تسمعنا؟ صباح الخير، بس الصوت كتير خفيف. نعم، رح نحاول نعلي الصوت شوي. خبرنا كيف رح يكون الطقس لنهار التنين، وتعطينا ايضا هيك لمحه عن احوال الجويه لهيدا الاسبوع. يعني الوضع العام هو طقس ربيعي، نحن عم نتاثر بشكل نسبي او جزئي بمنخفض جوي موجود فوق تركيا وفوق البحر الاسود، رح يكون له تاثير علينا خاصه اليوم يوم الاربعاء. نعم، اليوم رح يكون غائم جزئيا الى غائم احيانا، تنخفض درجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية عن يوم امبارح،
ممكن نشهد بعض الأمطار الخفيفة فترة بعد الظهر، يعني فترة الظهر وبعد الظهر. بكرة الطقس كمان غائم جزئيا، انخفاض إضافي بسيط بالمناطق الجبلية، إنما المناطق الساحلية والداخلية تبقى دون تعديل يذكر. وطبعا الضباب بتشكل خاصة خلال الفترة الصباحية والمسائية معظم الأيام. ويوم الأربعاء كذلك الأمر ممكن نشهد بعض الأمطار الخفيفة وضباب على المرتفعات، وبتنشط الهواء بين الوقت والتاني. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل بتتراوح بين 20 و 30 درجة، فوق الجبال بين 15 و 24، وبالداخل بين 18 و 30 درجة. الهواء جنوبي غربي اتجاهه سرعته بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل بتتراوح بين 55 و 85%. البحر متوسط الموج وحرارة سطح الماء 25 درجة. هذا كل شيء. شكرا عباس عبيد على كل هالتفاصيل، اكيد بيكون لنا معك ومع كل زملاء مصلحه الارصاد الجويه وقفت خلال الاسبوع لناخذ كل المستجدات اللي علاقه بنشره الطقس. شكرا لك. مشاهدينا، كثير اوقات ببلدنا هالفتره عم نشعر انه نحن شعب يتيم، انه نحن يتيمين، يعني ما في حدا عم بفكر فينا، ما في دوله بظهرنا، ما في مسؤولين، يمكن حتى ما في دوله خارجيه بالها فينا. وعم نكتشف هالفتره انه نحن ما قلنا غير بعض، انما اذا فعلا اطلعنا بالعمق منلاقي انه الضوء اللي دائما عم نفتش عليه وفسحة الأمل فينا نلاقيها بعيون كل الأشخاص حوالينا، هالأشخاص يلي فعلا بيحبونا إن كانوا أهل أصدقاء أو أقارب. أوقات ابتسامة صغيرة أو كلمة حلوة ممكن تغير نهار وتحول شعور بالحزن أو بالاكتئاب لشعور بالفرح. كل واحد منا مشاهدينا عنده حدا واقف حده، ملاك حارس، يمكن حدا منعرفه من زمان من عائلتنا، يمكن حدا تعرفنا عليه جديد أو بالصدفة، وهول الأشخاص اللي بيحبوا بشكل مجاني هول الأشخاص اللي لازم نتمسك فيهم بهذا الوقت، وهن فعلا نعمة كبيرة بحياتنا. هذه الرسالة الإيجابية اللي حبت أيضا تضوي عليها بعملها الجديد الفنانة عبير نعمة من خلال أغنيتها الجديدة بيبقى ناس، وهي أغنية فعلا مميزة بتحمل نوع الجاز البسيط، وهي من تأليف ريان الهبر، كمان فنان متميز جدا من كلماته وألحانه. وهي حبتها عبير تكون تحية لكل هالأشخاص اللي قد ما قست عليهم الحياة بضلهم فعلا محبين ومستعدين يعطوا ويوقفوا حد الناس اللي بيعنوا لهم بشكل مجاني. أغنية بيبقى ناس تصورت مع المخرج إلي فهد بمنطقة دوما، اختاروا هالمنطقة لأنه هي منطقة بعدهم أهلها مساكين فعلا بعوايدهم بتراثهم بعاداتهم القديمة وببساطتهم. وكان الكليب عبارة عن فرحة، شفنا عبير نعمة عم ترقص وتغني بشوارع دوما ومع كل الأهالي، حتى أنها قالت أنها شعرت أنه هي باستوديو كبير ومحاطة بجيرانها لأنه هي أيضا من بلدة تنورين، وكل أهل دوما فعلا بيحبوها وبتحبهم. اليوم رح نحضر سوا كليب بيبقى ناس لعبير نعمة، وبعده رح نحكي شوي عن هالألبوم الجديد لعبير نعمة اللي صدر يوم الخميس وهو من إنتاج يونيفرسال ميوزك مينا. منتابع بيبقى ناس وبعده منتابع حديثنا. بيبقى ناس تسهر حدك ليالي، قلبه بينباس بيرخص للعمر الغالي، ومهما دائت هالأحوال من الدمع بترسم بسمة بسي على أجمل ناس. بيبقى ناس، يعني فعلا كليب وأغنية مليئين بالطاقة الإيجابية اللي نحن بحاجة إلى اليوم. بيبقى ناس هو أيضا عنوان ألبوم عبير نعمة الجديد اللي صدر يوم الخميس الماضي عن شركة يونيفرسال ميوزك مينا، وهيدا تاني تعاون للفنانة عبير نعمة مع هيدا الشركة. الألبوم بيتضمن 8 أغاني، 2 من تلحين خيا إلي نعمة، وفيه كمان عدد من السينجلز اللي سبقوا أصدرتهم عبير مثل أغنية فلو واللي هي من تلحينها، وأيضا أغنية هيدي الدنيا واللي هي من كلمات غادي الرحباني وألحان أسامة الرحباني، كمان تصورت على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جيل الغبري. يعني فعلا هيدا العمل متكامل، يعني متكامل، يعني فعلا فينا نقول كل غنية بتحمل قصة. وفي أغنية مميزة بهذا الألبوم هي أغنية قديش بحبك، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، صورتها عبير كمان فيديو كليب بعد ما صدر، رح يصدر قريبا وأكيد رح تقدروا تتابعوه على شاشة التلفزيون لبنان. على كل حال نحن فعلا
بيكبر قلبنا لما نشوف فنانة صوتها هالقد حلو، يمكن من أجمل الأصوات بالعالم العربي، عم بتقدم فن هالقد راقي، عم بتجمع أكثر من 5 مليون فيو على يوتيوب بأقل من أسبوعين، وفعلا هالألبوم عم بحقق نجاح من أول كم يوم على صدوره. هيدا شيء بيعني فعلا إنه إندستري الميوزك بعدها بألف خير، وأكيد عبير نعمة هي فخر كتير كبير لإلنا نحن كلبنانيين نفتخر فيها وين ما كنا بالعالم. فاصل أول بحلقتنا، وبعده منتابع كل ضيوفنا وكل المقابلات معي ومع الزميلة جو. خليكن معنا مشاهدينا. مشاهدينا من جديد لليوم، برحب فيكم وين ما كنتوا عم بتابعونا، مستمرين ببرنامجنا الى فقراتنا الحواريه، والبدايه من عالم الاصدارات الجديده. اصدار جديد لدكتور ناجي بختي بيحمل عنوان Between Beirut and the Moon، بين بيروت والقمر. كل التفاصيل عن هذا الاصدار بنسخته باللغه الانجليزيه مع دكتور ناجي بختي، استاذ جامعي وكاتب. ناجي صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز بكل احوال بتلفزيون لبنان، بتشرفنا دكتور. شكرا. اهلا وسهلا فيك دكتور ناجي. انت متخصص بالادب الانجليزي، تخصصت بين لبنان وخارج لبنان. صحيح. واليوم رجعت لبيروت لحتى تكون عم بتمارس نشاطك الادبي بالاضافه ايضا لنشاط اجتماعي وكتابتك. اصدارك الاول مثل ما قلنا بين بيروت والقمر. طمع. شو علاقة بيروت بالقمر، وليش بين بيروت والقمر تحديدا؟ هي صراحة العنوان بيحمل نوع من الرمزية. بين بيروت والقمر هي رواية عن شخصية تطمح انه او يعني طفل مراهق بيطمح بانه يترك بيروت. والقمر هو رمزية او عبارة عن مهرب او مخرج. صحيح. من بيروت. فلهذا السبب اخترت العنوان، وهو عن كمان رواية عن المسافة بين بيروت والقمر، والمسافة بين الشخص والآخر، المسافات بالمجتمع اللبناني. في مسافات بمجتمعنا، يعني نحن بنعيش بمجتمع فيه مسافات ولا لا؟ في اوقات خنقة بمحل من المحلات. طبعا يعني هي نوعا ما، يعني اذا بتحكي من بعد الحرب مثلا ما صار في اي نوع من مصالحة حقيقية، وهذا الشيء خلق مسافات بطبيعة الحال، وهذه المسافات بتتجسد بجغرافية بيروت وبتتجسد كمان السياسي والحياة الاجتماعية ببيروت، وهذه المسافات موجودة بالكتاب. بالكتاب المسافات بين الناس، بين الطوائف، بين الأحزاب، بين المتصارعين السابقين والجيران الحاليين. يعني هذا الواقع اللبناني الغريب. إذا بدي أقول شو اللي بياخد شاب مثلك دكتور ناجي ليكتب عن هذا الموضوع، عن المسافات بين اللبنانيين، اللي البعض بيقول صح كتير إنه يبقى في مسافة بين الناس، والبعض الثاني بيقول لابد إنه هذه المسافة يكون إلى شروطها وتنظيمها وإلى آخره. شو اللي بياخدك لتكتب عن هذه النقطة تحديدا؟ يعني طبعا كشخص ربي وعاش ونمي ببيروت، بطبيعة الحال هيدي الموضوع موضوع عشني، وموضوع أثر على جميع نواحي أو جميع الأصعدة بالحياة الشخصية والعامة. مزبوط. حتى بحياة طفل أو بحياة مراهق، اللي هو بيكون يمكن مش من أولوياته أو أهمياته السياسية أو الحياة السياسية، ولكن بلبنان ما في مهرب من هذا الموضوع. صحيح. يعني وإن كان الحرب اللي عشناها بال2006 ولا الأحداث بال2008 ولا سلسلة الاغتيالات، كل هيدي بتأثر على الحياة، حتى لو ما كان الشخص بده هو يكون تفرض نمط معين أو ريتم معين على الحياة، بنعيشه بطريقة غير مباشرة. يعني حتى لو شخص ما عنده اهتمامات سياسية، ولكن كل شيء بيصير، الدكانجي بيصير من فرد لون، من روح عند الفرن أيضا من اللون اللي بيشبهنا. هذا التنميط اللي بنعيشه بحياتنا اللبنانية قديش مرفوض عن جيل الشباب دكتور؟ قديش جيل الشباب بيقول ما بدي هيدي النمطية اللي عاشوها أهلنا وعم تتكرر معنا اليوم للأسف؟ يعني هو الهدف انه نقدر نتخلى ونتخطى هيدي النمطية، ولكن لحد هيدي المرحلة بعد ما صار هذا الشيء. ممكن بالثورة اللي صارت بال2019 كان في يعني مبادرة، نوع من مصالحة، ولكن هذا الشيء بعده ببداياته، وبعد ما شفنا
ترجم حقيقيا على الارض. ك يعني مثل ما كنت عم بقول الهدف هو انه نتخطى هذه النمطيه، ولكن هذا الشيء بعد ما صار، ما وصلنا له، ما وصلنا له. ولكن دائما نفكر بانه نتخطى هذه النمطيه او نروح ابعد من هذا الواقع هو بدايه لتغيير، هو بدايه لحل ممكن. كل روايه الى اطار الزماني والمكاني، وين رسمتهم، باي حي من بيروت، باي شارع، وين كان القمر، قديش كان بعيد، قديش كان قريب، يا ريت نعرف التفاصيل. صحيح، يعني هي كانت الروايه مبنيه او احداثها بقلب بقلب راس بيروت، وهي الحمراء يعني بالاخص، والروشه وغيرها. ونقيت شارع الحمراء لانه بكثير من مراحل لبنان شارع الحمراء كان في هيدي النوع من يعني الريفلكشن للي عم بيصير بلبنان، ان كان بمرحله الحرب الأهلية، إن كان بمرحلة ما بعد الحرب، إن كان هلأ. يعني إذا هلأ تمشي بشارع الحمراء فيك تشوف، بتقلك شارع الحمراء شو عم بيعاني، شو عم تعاني بيروت، يعني فيك تشوف لبنان بشارع، تشوف لبنان بشارع بشارع الحمراء. مزبوط. يعني اخترت الشارع الأكثر حياة إذا صح التعبير، وأكثر نبضا بلبنان، مش بس من حيث معالم الحياة. يعني شارع الحمراء هو شارع للحياة، للسهر، للشباب، وبنفس الوقت هو شارع للمثقفين وللكتاب وللكتاب. اختيارك لشارع الحمراء ليش في رمزية بعيدة عن شكل هذا البلد اللي بنعرف فيه نسهر ونعيش ونرقص، وبنفس الوقت بنعرف أهمية الثقافة ومعالمه؟ نعم، هي شارع الحمراء في هيدا بطبيعتها التنوع، التنوع بالطوائف، بالفكر، حتى بالهوايات، على جميع الأصعدة بالحياة، حتى القضية الفلسطينية موجودة في شارع الحمراء، القضية العربية، الآراء، المفكرون، يعني كل شيء معقول تفكر عنه بهذا البلد موجود بهذا الشارع 100%. يعني ما في قضية، ما في سيارة، ما في شخص ما بيمرق بشارع الحمراء. وبرأيك اليوم قديش هذه الشوارع قادرة تواكب التفكير الشبابي اللي عم نبحث عنه، يعني اللي هو حياة أبعد من طائفية، حياة أبعد من مذهبية، دولة ما فيها فساد؟ قديش هذه الشوارع قادرة، يعني قادرة تتخيلها بدولة من هذا الشكل؟ يعني إذا شي نهار بده يجي يكون في بيروت هي بتمثلنا مثل ما نحن منريد، بكون هذا الشيء بده ينمى من شارع مثل شوارع الحمراء اللي هي بتوقع بين مثلا جامعة LAU و AUB وحد المدارس السيدي والآي سي، واللي هي فيها المقاهي مثل ما كنت عم تقول اللي بيجتمعوا فيها المثقفين والمكاتب والسابق المسارح وبعض المسارح اللي عم ترجع فطبعا هو شارع الحمراء بده يلعب دور اساسي بهذا، بتعول يعني على الثقافه كدور اساسي بالنهوض بهذا البلد. يعني بكل هيدي الازمه اللي مرقت دكتور، يعني بنشوف انه ناس تغييريين، او ما بدي اقول تغييرين، يعني اللي بيقولوا نحن تغييريين، ما شفنا عنصر الثقافي موجود بحركتهم التغييريه. يعني شفنا السوشيال ميديا، وشفنا المنصات، وشفنا الخطاب الكراهيه اللي صدر من كل هيدي الجماعات، مع احترامنا للكل، ولكن في خطاب كان متدني جدا. ما شفنا حدا متمسك بالثقافه. يعني اليوم وكانه في مفارقه كثير كبيره بين جيلين، جيل ابائنا اللي بوقت من الاوقات كان بدهم يغيروا، وكانت الحياه الثقافيه ناشطه معهم، شفنا صفحات ثقافيه بالمجلات وبالجرايد، وشفنا برامج ثقافيه، وشفنا حياه ثقافيه من شعر الى ادب والى اخره، بحين انه هذا جيل اليوم بده يغير، ولكن متحس بمكان اخر مختلف، يعني بطريقه مختلفه. فينا نعمل مقاربه بين الاثنين ولا لا تجوز؟ يعني طبعا كل جيل له اساليبه وطرقه للتعبير عن نفسه، وما فينا ننكر انه السوشيال ميديا اليوم هو له دور اساسي بالذات لهذا الجيل الصاعد. يعني اذا عم نحكي عن انستغرام ولا تيك توك ولا حتى فيسبوك بعض الاحيان، او تويتر طبعا يعني اللي هو اهم ولكن ايه، يعني انا كنت مثلا باحدى يعني وقت صارت الثوره كنا عم نشوف مثلا
مثل مجمعات ثقافية، تجمع ثقافي إذا بتحب، واللي كان فيه عم بيصير فيه نوع من المحاضرات العفوية. صحيح. وبينزل المثقفين كان في محاولات. محاولات محاولات لم تنضج، يعني هيدي المفارقة انه ما قدرت تستمر هيدي المحاولات. صحيح، يعني للأسف هو كان في نوع من القمع إذا بتحب بهذيك المرحلة، وسبب التدني الوضع الاقتصادي. تمام. بعيدا عن الأسباب، البعد الروائي بهذه القصة، طبعا نحن عم نحكي عن رواية طويلة، رواية بكلمة الكلمة من معنى، فيها كل العناصر اللي مفروض تكون. شو اتبعت أي نمط؟ في نمط إجمالا، يعني في أكثر من نمطين أكيد، ولكن في نمطين متعارف عليهم بعالم الرواية. يا منروح بقصة سردية باتجاه واحد مع شخصية أساسية عم تتطور، يا أما منروح بتشعبات، يعني ست سبع شخصيات، ثلاث أربع شخصيات بيتطوروا، حدا بيرجع لورا، حدا بيقدم. يعني هيدي الديناميكية اللي خلقتها الرواية الأمريكية تحديدا. صحيح. أنت وين رحت؟ لأي نوع؟ إذا بدك نوع من combination أو مزيج من الاثنين. يعني هي الرواية فيها تجزؤ، من ناحية إنه هذا التجزؤ بيجسد كمان التجزؤ اللي هو حاصل ببيروت ما بعد الحرب، يعني التجزؤ المناطقي، التجزؤ الاجتماعي. وكمان هذا الشيء موجود بالسرد الرواية ايضا. فنعم، يعني هو اذا بدك مزيج بين الاثنين، مزيج بين الاثنين على صعيد الاسلوب. اختيارك الكتابة باللغة الانجليزية تحديدا، ليش ما كتبت بالعربي، خاصة عم تحكي عن موضوع هالقد لبناني بكل ابعاده، ليش اخترت اللغة الانجليزية؟ صح، هو لسببين. يعني السبب الاول انه اللغة الانجليزية بتمنحني نوع من المسافة بالكتابة. المسافة اللي هي بتعطيني او بتعطي اي كاتب القدرة على انه يحكي بمواضيع يمكن ما كان بيرتاح يحكيها باللغة العربية، مواضيع ممكن مؤلمة او مواضيع ممكن محرجة، تسهل للكاتب انه يعبر عنها بلغه غير لغته الام. هروبا من شو؟ من عادات، من تقاليد، ولا من محاوله قمع موجوده بالبلد؟ يعني كمان هروبا من يمكن هروبا من الذات اكثر، يعني اكثر من اي عوامل خارجيه. هل قادرين نهرب عبر اللغه؟ يعني اللغه بتخبي لنا مشاعر او بتخلينا يعني ما نفكر بالاشياء مثل ما نحن بنفكر فيها يعني بلغتنا الاساسيه، اذا صح التعبير. ايه طبعا، هي اللغه بتقدر تكشف وبتقدر تخبي، هي حسب كيف الكاتب بيستعملها. نعم. نعم. واللغة الإنجليزية طبعا بتعطي كمان الكاتب القدرة على أنه يستعمل نوع من الفكاهة أو نوع من الهيومر اللي هو يمكن بالعربي بتكون بيصعب على الكاتب أنه يستعملها، بسبب أنه اللغة بتكون كتير قريبة من المأساة اللي عشناها مثلا بالحرب أو ما بعد الحرب. هذا على الرغم طبعا من أنه في كتاب عندهم المقدرة على التهكم على المأساة، يعني وهذه موهبة أو هذا أدب قائم بحد ذاته. وهو يعني روح النكتة هي كمان إذا بدك وسيلة لهذا، وسيلة لحتى نهرب من بعض المأساة أو نعالج حتى بعض المأساة. ليش بدك تكتب أساسا دكتور ناجي؟ يعني ليش اليوم شاب بده يروح للورق للكتابة، ونحن بعصر الإلكترونيات والسوشيال ميديا؟ يعني هلأ طبعا تحية للوالد سليمان بختي الناشر طبعا، وضيف العزيز دايما بتلفزيون لبنان. ولكن بالفعل يعني بغض النظر عن تأثرك بالوالد اللي هو شيء طبيعي رح يكون، ولكن ليش رحت إلى الورق وإلى الكتابة؟ رحت إلى الكتابة لأنه هي طريقة للتعبير عن يعني التعبير عن مأساة أو تعبير عن مواقف معينة. بتصور أنه الكتاب دايما له قيمته بالمجتمع، وما بيخلى الأمر أنه يكون في تجديد وتثبيت لهيدي القيمة.
وبعتقد انا انه هلا الوضع الاقتصادي طبعا المتراجع كثير، يعني الكتاب مثلا صار سعره كثير اكثر مما كان قبل بطبيعة الاحوال، فهذا الشيء حيأثر اكيد مثل ما الوضع الاقتصادي حيأثر على اي قطاع ثاني، اي قطاع ثاني هذا بطبيعه الاحوال. ما نشرت بلبنان وما نشرت بدور النشر يعني تابع لعائلتكم يعني للوالد، نشرت برا كمان. ليش صحيح. ليش هيدا ليش اخترت هيدا الخط؟ بعد كانت اسهل يمكن تنشر محليا يعني. مزبوط، بس هي مثل ما تفضلت هي باللغه الانجليزيه، ف يعني بطبيعه الحال نشر الكتاب باللغه الانجليزيه ببلد انجليزي يعني بحاجه لدار نشر، يعني ايضا بيتعاطى ببلد معين بدول معينه. وكمان حلو انه القصه اللبنانيه توصل قراء خارج لبنان يعرفوا شو عم بيصير بلبنان. بتفكر تحولها للغه العربيه ولا لا؟ انا ما عندي مانع طبعا، يعني اذا في دور نشر بحبوا يترجموها للغه العربيه طبعا، ولكن هي مكتوبه باللغه الانجليزيه وتستعمل مصطلحات نعم، يعني هي لانها مكتوبه باللغه الانجليزيه او بتستعمل انها مكتوبه باللغه الانجليزيه بتقدر بتلعب على هيدي نعم. على هيدي الحاله، ولكن نعم. باللغه العربيه ممكن تترجم بجوز تكون يعني باللغه العربيه. شكل الكتاب دكتور ناجي لو سمحت يعني كمان لافت، ما بيشبه عاده الروايه اللي نحن معودين عليها بالنشر بلبنان، شوينا بيكون الكتاب اكبر يعني، حتى عم بحكي اكبر يعني عرضه طول يعني حجم اكبر، بحين انه بعتقد هذا هو الكتاب هذا الحجم المعتمد باوروبا وبامريكا، لانه الناس بحاجه انها تحمل الكتاب معها بشنطه صغيره والى اخره. قديش مهم حجم الكتاب يعني اليوم، مش بس عم نحكي عن مضمون، الشكل اللي بنقدم فيه الكتاب قديش هو مهم؟ يعني هو في المقوله الشهيره اللي هي don't judge a book by its cover، ولكن ما فينا نحكم على كتاب من خلال شكله بس، كمان الشكل مهم، بس كمان الشكل مهم. يعني اذا شخص ما بيعرف عن الكتاب ممكن ينجذب بالالوان اللي هي طبعاً. شوي خارج عن المألوف يمكن. في خلطة الوان في خلطة الوان بتشبه المزيج اللبناني كانه يعني. صحيح. يعني هي اول مره انا شفت الغلاف صراحه تفاجأت شخصيا، ولكن اجى ردة فعل ايجابية يعني ما مزعج يعني، مع انه في خلطة بس بتشوف انك قادر يعني النظر قادر يتعاطى معه بطريقة مريحة. مزبوط. وهون المفارقة. ما بعد هذا الكتاب ناجي لوين؟ يعني في اصدار تاني؟ عم تفكر بشو؟ بعدني بمرحلة الاولى من كتابة رواية تانية، فهذا شيء طبعا ممكن. بهذا الوقت عم بكتب مقالات عم تنشر بالجارديان الانجليزية او ذا نيو ستيتسمان، فيعني في شغل بنفس الوقت اللي انا عم بشتغل فيه على الرواية عم بكتب كمان. رح تكون باللغة الانجليزية؟ نعم حتكون باللغة الإنجليزية. وبين بيروت والقمر ولا رح تطلع من بيروت؟ بين بيروت ونجوم لنشوف. بين بيروت ونجوم. نتمنى لك كل التوفيق دكتور ناجي بكل المسيرة اللي عم تقوم فيها، نحن فعلا بحاجة إلى شباب مثقف قادر ينتج بعالم الثقافي، لأنه يمكن يكاد أن يكون الأمل الوحيد لهذا البلد إنه نقدر نخلص عبر الثقافة الفعلية الحقيقية وليس عبر الثقافة المصطنعة اللي بنشوفها بكل المحلات. شكرا لك دكتور ناجي بختي استاذ جامعي وكاتب، تحية للوالد وتحية فعلا لكل هذه الأسرة اللي بتتعاطى بالشأن العام وشأن الثقافة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا إلى فاصل قصير ومتابع، خليكم معنا. تبين معكم مشاهدينا أحلى صباح. نظمت محمية أرز الشوف وبلدية الباروك الفريديس سيمبوزيوم خاص بالرسم، صار مبارحة نهار الأحد، وشارك فيه حوالي 45 فنان وفنانة رسموا لوحات بشكل مباشر بغابة أرز الباروك، وكانوا أكيد عم بيستوحوا من جمال المنطقة والمناظر الخلابة ليرسموا كل هاللوحات اللي رح تنعرض كلها الويك أند الجاي بغابة أرز الباروك. لنحكي أكثر عن هالحدث الفني والثقافي والبيئي بسنة رحب بهالقسم بسارة نصر الله منسقة بمحمية
أرز الشوف والفنان رفعت كرباج عضو منتدى الفن التشكيلي ومنتدى الأنمي الذهبية ورابطة فنانين العالم فرع لبنان. صباح الخير رفعت. صباح الخير سارة. بدنا نقول الحمد لله على السلامة بالأول، يعني قد أخذت معكم الطريق من الباروك لهون؟ ساعتين وربع، يعني فعلا شكرا على وجودكم معنا اليوم. يمكن كان أهيا نطلع زوم، بس أكيد نحن بنفضل تكونوا بيناتنا لنحكي عن هالحدث المهم جدا ومحمية أرز الباروك اللي هي فعلا محمية بيئية جميلة جدا. خبرينا هيك بلمحة سريعة إذا بدك تعرفينا عنها لهيدي المحمية، شو ميزتها بالتحديد؟ هي غابة أرز الباروك هي جزء من محمية أرز الشوف. نعم. يلي تأسست سنة 1996 وأعلنت محمية محيط حيوي بال 2005، بتضم 22 قرية، 30 منها بالبقاع و 70% منها بالشوف. إلا 6 مداخل، 3 غابات أرز، واحدة منهم الباروك، عين سحلطة بمهري وبمعاصر، بالإضافة لقلعة نيحة ومدخل الجباع ومدخل مرستي. هاي مداخل، يعني أنت مرشد سياحي بيرفكت للمحمية. خبرينا شوي قد ايه مهم يضل في نشاطات بهيدي المحمية لضل فعلا محمية فيها حياة مثل ما بيقولوا. نحن كورونا يمكن خلينا نشتاق لزوارنا. نحن معروفين بمحمية أرز الشوف ابتداء من أيار لأكتوبر، بنضلنا ننظم نشاطات إن كان درب القمر، جبلنا أو غيرها وغيرها من النشاطات لنستقطب الزوار لعنا ويجي يستمتعوا بجمال منطقة الشوف وبمحمية أرز الشوف كشكل خاص. أكيد هيدا النشاطات هلأ توقفت بسبب الجائحة، رجعنا بنشاطات صغيرة. هو النشاطات الصغيرة بتفتح مجال لأشخاص، يعني جروب صغير يستفيد ويستمتع بالمحمية وعم بيحافظ على سلامته. ونحن صراحة كتير متفائلين خير ب 2021. أكيد سعيدين جدا إنه هيك عم ترجع شوي الحياة لطبيعتها قد ما فينا، أكيد مع الالتزام بالإجراءات. رح نحكي عن هالموضوع بعد شوي. رفعت بدي أرجع لعندك، يعني اليوم أنت كان لك دور كبير بتنظيم هالسيمبوزيوم الخاص بالرسم، وعم نرجع نشوف الفن والثقافة رغم يعني سواد المشهد اللبناني فينا نقوله، كل الظروف الصعبة صحيح. اللي عم نمرق فيها. خبرنا كيف انطلقت فكرة هالسيمبوزيوم؟ الفكرة من أكثر من سنة ونص، حكيت أنا وأستاذ نزار هاني مدير المحمية اللي بوجه له تحية على نشاطه وعلى وبلشنا بفكرة السيمبوزيوم بجبل الباروك، لكن لاستجد جائحة كورونا والمستجدات جمدت الوضع، استعرضنا فيها على بنشاطات إلكترونية، معارض إلكترونية، لحتى صرنا آخر مرة من شي شهر عملنا معرض تضامني، سيمبوزيوم تضامني بصيدا تضامنا مع القدس، وطلعت الفكرة وتواصلت أنا وأستاذ نزار كمان ومع سارة هوني ونسخنا للسيمبوزيوم، واستاذ نزار كان مشجع ومتحمس اكثر منا حقيقه. شو الهدف بالتحديد من هالسيمبوزيوم؟ اول شيء نرجع نجمع هالفنانين ونرجع نحيي، وخصوصا بغابه مثل محميه ارز الشوف وغابه ارز الباروك اللي انا شهادتي مجروحه، انا ابن الباروك، ويعني هالمناظر وهذا اللي كان نهار كتير كتير. على كل حال عم نشوف مشاهد من هيدا النهار اللي صار، هالحدث اللي صار مبارحة، حوالي 45 فنان وفنانة. نعم. شاركوا بهيدا الحدث. خبرنا شوي كيف تم اختيار هالأشخاص؟ نحن بمجرد ما نعرف أساسا أنه في سيمبوزيوم بجبل الباروك المحمية صارت الاتصالات كتير، ونحن كنا حكيين بتحديد عدد معين بالنسبة لجائحة كورونا، ولا يعني ما تذر من الكل اللي ما فينا لبنيرهم طلباتهم. وهون رجعنا كمان بلدية الباروك متمثلة بالرئيس نائب الرئيس الأستاذ سهيل حلاوي اللي دعمنا على العاتق الخاص، دعمنا باللوحات للفنانين يعني بجهة شخصي كمان، والمحمية اللي كمان قدمت الفطور الصباحي للفنانين ومعطور صغير بالمحمية قبل ما نبلش المشروع. قدروا يستوحوا شوي من المكان طبيعي. كيف كان الحدث هيك اذا بدك توصفي لنا اياه، كيف كان الاقبال فعلا؟ يعني غير الواحد يكون على الارض، كانت طاقه ايجابيه موجوده داخل بمصي في المير، كان اللوكيشن بغابه ارز الباروك. التفاعل بين الرسامين، تفاعل بين الزوار واللي عم بيرسموا، كل حدا يوقف ويتامل برسمه كل فنان عم بيرسم. عن جد الجو فوق كان كثير بوزيتيف، كان كثير حلو، كان في عم يستوحوا من رواق الغابه، من جمال غابات الارز موجودة فوق. كان يعني فنانين هن من المنطقة ولا كل واحد من المنطقة؟ كل لبنان. من كل لبنان. نعم. وشو أبرز المواضيع رفعت اللي تناولتها هاللوحات، يعني بعد ما استوحوا من غابة أرز الباروك شو المواضيع اللي طلعت معهم؟ إجمالا كلها عن من الأرز، من المحمية، لأنه المحمية مساحة كبيرة، وشالت انتقلنا من المحمية من أرز مهمد كان يمكن بفترة معينة لليوم منطقة سياحية على الصعيد العالمي،
وحتى انه الفنانين استغنوا عن الستاندات وصرنا افترشنا الارض صرنا نرسم نحن على الارض. وهون كمان حدث مهم انه الاستاذ برنار رينو كان موجود مع الكارثه اللي صارت عنده حريق المحترف عنده من جمايزي من يومين 1700 لوحه راحوا تعب 30 سنة للأسف يعني خسارة كبيرة بعتقد مثل واحد خسر حياته كلها. صحيح وجوده كان طاقة إيجابية بوجه له تحية من هون وبوجه تحية لأستاذ نزار كمان ولأستاذ سهيل الحلاوي الرئيس سهيل الحلاوي على دعمهم. وكانوا الفنانين كتير بطاقة يعني خبرك ما تنوصف أعطوا بكل من كل قلبهم لانه مهم كمان يمكن الفنانين بعد هالفتره فتره كورونا صحيح وفتره صحيح الحجر المنزلي نحن بحاجه كلنا نرجع للارض نرجع للطبيعه ونرجع للفن. قد ايه مهم للفنان اليوم انه يرجع هيك ينخرط بالطبيعه؟ هيدي من اهم العوامل يعني الراحه النفسيه. نحن بعدتنا عن مشاكل وهموم نسينا حالنا بتنسى حالك بالجو فوق كان وكانوا الشباب المحميه كليتهم عم بيلبوا عم يضلوا حول الفنانين عم بيلبوا لهم طلباتهم وساعدوهم مشكورين للكل كمان بحييهم. وان شاء الله انه بتشوفوا بعدين اللوحات الفنيه وانتاج الفنانين شو كان طلع حلو من القلب العمل عم يطلع من القلب. نعم سارة عم نقول انه هالحدث صار يعني خلال جائحه كورونا نحن بعدنا ملتزمين بالاجراءات. خبرينا كيف نظمتوا هالحدث انتم عم تلتزموا بهالاجراءات كلها لتحموا كل الاشخاص اللي عم بيشاركوا بهيدا الحدث؟ صح نحن بعدنا لهلا الايكيب العمل الموجود على المداخل عم يلتزم بالكمامات التباعد الاجتماعي. هلا اللي مساعدنا بغابات الارز عنا انه اللوكيشن كثير كبير يعني قادر انت تكون عم بتزور وما عم بتخالط فعليا مع الزوار البقايا. فا يعني يمكن جائحة كورونا علمتنا انه البيئة هو الملاذ الوحيد للشخص ليقدر عن جد يستمتع بلبنان وعن جد يكون عم يشم هواء نظيف وعم بيشوف رسامين مثل الفنان رفعت وغيره عم بيرسموا لوحات كثير حلوة. وتقريبا على هذا الموضوع احنا سبت واحد حنكون عم نعرض هودا رح نحكي عن هالموضوع يعني رح تعرضوا لوحات اللي انرسمت الويك اند الماضي الويك اند الجاية مين ما كان في يطلع يشوف اللوحات؟ نحن نفتح من الساعة 10 للساعة 6 حيكونوا موجودين لوحات بلوكال مسي في المير بغابة ارز الباروك والزائر هو عم بيعمل البرمي تبعه بيقدر يتفرج على هذا الحدث. لوحات معروضة للبيع ولا بس هذا الفنان بيقرر اذا هو حابب يبيع اللوحة او بس تحطها للعرض يعني. نعم اليوم رفعت كفنان انت ورسام يعني بالتحديد شو بيعني لك الرسم بقلب الطبيعة؟ هيدي من اكثر الاشياء اللي بتريح الفنان. الفنان بده هدوء، الفنان بده شيء يستوحي منه، الراحة النفسية أهم يعني شيء. يعني الفنان اللي عم بيرسم بين أربع جدران يمكن بحس حاله محدود بمحل صحيح بده يستعمل مخيلته وفكره. لما تكون بقلب الطبيعة يعني بتشوف فنانين عارف إذا بيمنحوا عنك بالريبورتاج بتشوفه عم بيطلب الشجرة وبيستوحي منها وبياخذ لأنه في مشاهد فعلا يمكن الفنان بيشوفها غيره ما بيشوفها، الشكل اللي بتعطيه الشجرة، الظل، لعبة الضوء، الظل، هيدي كتير كتير مهمة عند الفنانين. اليوم عم نحكي عن لوحات انرسمت بظرف نهارين يعني عم نحكي تقريبا لايف بينتينج أو رسم مباشر. صحيح قد ايه صعوبة هالموضوع؟ ظرف ساعات هيدي كمان ظرف ساعات فعلا صعوبة بس مثل ما عم بحكيك إنه الراحة النفسية هي الأساس. نعم. لما تكون عندك الراحة النفسية بصير عندك الطاقة الإبداعية أكثر، بصير إنتاجيتنا أكثر وكنا يعني عشنا بلحظة من الفرح، اجتمعنا بعد غياب سنة ونص أو أكثر، كنا نلتقي وكنا أكيد مجموعات أكبر، بس هاي لحظة كثير كثير كانت مهمة لنا، رجعتنا الطاقة وإن شاء الله إنه لقدام نكون في يمكن اللوحات موضوعها واحد بس يمكن مختلفة ما بتشبه طبيعي بعضها طبيعي كل واحد له ستايله له ضربة الريشة بين فنان وفنان يمكن إذا بيرسموا نفس المشهد ضربة الريشة بتختلف بين فنان وفنان أكيد. في فنان سرح بخياله لمطرح تاني وما رسم شيء له علاقة بالأرز؟ طبعا في عنا فنانين رسمت مثلا أحصنة كذا هيك في فنانين هذي رسمت بغير الطبيعة. نعم هيدا أكيد حرية الفنان أكيد ومخيلته طبعا. سارة لما نحكي عن محمية أرز الباروك عم نحكي عن محمية بيئية بامتياز ودايما بهمنا نضوي على المواضيع البيئية ومش من زمان احتفلنا باليوم العالمي للبيئة بخمسة حزيران. خبرينا قد ايه مهمة اليوم لما يكون عندك زوار بالمحمية انه تضوي على أهمية الحفاظ على البيئة. أهمية وجود محمية أرز الشوف هي اللي عم تعمل توازن بين أو
خلينا نسميها توازن بين الانسان والطبيعه. هذا ايكو سيستم واحد. ايكو سيستم واحد بكل نشاطات المحميه البيئه هي العنصر الاساسي، يعني نحن بنشاطاتنا الافري داي اكتيفيتي اذا بدك اللي بنعملها بنكون عم ننظف جوانب الطرقات، بنكون عم ننظف الغابات لنحمي من خطر الحرائق، بس نعمل حاجب للنيران، بس نكون عم نوعي المجتمع المحلي، بنعمل له دورات دائمه بنمكنه من مواضيع متعلقه بالزراعه المستدامه او بالتنميه المستدامه ككل. نحن بنكون يعني برده فعل عم نحافظ على البيئه، بس نكون عم نوعي بيئيا تلاميذ المدارس، يعني عندنا نشاط كثير كبير مع المدارس بالتعامل مع ايطاليا، عم نوعيهم عن اهميه الكومبوست اللي هو الصباخ، عن اهميه الايكوبريكات، عن الريسايكلينج. مش نحن بحاجه لهالثقافه البيئيه كثير كثير اليوم، بس يصير نشاط بقلب المحميه ما بتعطلوا هم انه يكون في ضرر للبيئه؟ هلا اكيد الامباكت تبع الانسان موجود على البيئه، بس نحن بس نحدد لهم التريلز اللي قادرين هن يمشوا عليها واي مكان هن قادرين يكونوا متواجدين فيه، نحن عم نخفف ضرر على البيئه، بس نكون عم نفتح من الساعه 10 للساعه 6 بنترك الوقت الباقي للحياه البريه تستمتع بالحياه البريه. اكيد هذا السبيس لهم كمان، بالنهايه نحن اوقات يمكن داخلين على عالم هالسبيشيز اللي موجودين بالمحمية. واللي عم نجرب نعمله زياده انه صح غابات الارز مفتوحه وكل العالم فيها تقدر تزورها، بس عم كمان عم نركز على التوريزم اكتيفيتيز او الاجرو توريزم اكتيفيتيز بالضيعه الثانيه، يعني نحن فيك قادر تزور غابات الارز وتمشي فيهم وتنزل تعمل سياحه زراعيه. لازم نزوركم قريبا على كل حال، نحن يعني ضوينا بهمنا دائما نضوي على هيدي المحميه، وسبق وعملنا حلقتين من احلى صباح بعين سحلته وبمعاصر شوف، ويلا بركي ان شاء الله قريبا بنعمل حلقه بالباروك. اهلا وسهلا فيكم. اكيد يعني بعتقد هلا الوقت مؤات انه نرجع شوي للجذور وللمواضيع البيئيه بامتياز، وبهمنا نضوي على السياحه الداخليه اللي برزت اهميتها خلال جائحه كورونا. صح، يعني نحن هلا مش من زمان، من شهر لورا تقريبا نزلنا كتالوج السياحه البيئيه الزراعيه. نعم. يعني فتحنا المجال اذا بدك للكل يختبر شو هن النشاطات الايكو فريند اللي قادر يعملها، يعني قادر انت تطلع على منطقه الشوف تمشي على 500 كيلومتر من دروب المشي بغابات الارز وبالقرى المحيطه، قادر تنزل ببيوت الضيافه وطوالات الضيافه وتاكل اكل التقليدي، قادر ترافق النحال، يعني صارت اكسبيرينس كامله. ايه لكل شخص بيطلع تزور الزراعه، اسواق زراعه مستدامه، تتعرف على الحرف التقليديه، يعني باكج كامله متكامله فيري اوثنتيك كمان، يعني والاسعار بعدها كثير مقبوله غير انه كمان هيدا. نعم. اكيد شيء مهم باللي عم نمرق فيه. مزبوط. رفعت بدي ارجع لعندك، اليوم عم نحكي عن تجربه بقلب ارز الباروك او بقلب المحميه. بس هذه التجربه ممكن تتكرر باماكن ثانيه، عم بتفكروا تنقلوا التجربه لغير اماكن بلبنان؟ اكيد كان في تجربه سابقه بارز بمهران كمان ضمن محميه ارز الشوف، كان في تجربه سابقه من شيء 3 سنين او 4 سنين، سنه بارز الباروك، ممكن بعد شوي يكون باي منطقه ثانيه بطبيعه تخلي تعطي الرسام طاقه هو يفرغ مكنوناته، يعني اليوم بعد هالكبد وبعد الظروف بهالظروف اللي عايشينها نحن. نعم. بكل اسف. وعلى المستوى يعني الشخصي كفنان رفعت لشو عم بتحضر حاليا؟ ان شاء الله عم بحضر لمعرض من ذاكره بيروت. نعم. عم برسم عن بيروت قد ما بعدنا عن بيروت، بس بضل قلبنا. نعم. عن بيروت. بيروت إلى كمان بمعزه كبيره، عشت فتره حياتي عشت فتره كبيره من حياتي هون، وإلى كثير بذاكرتي وبالقلب يعني، فعم بحضر شيء من ذاكره بيروت، لوحات عن بيروت القديمه كيف كانت. كيف بتصنف في اليوم الفن اللي حضرتك بتقدمه؟ أنا إجمالا تقريبا الفن الواقعي، أنا بحب الفن الواقعي رياليز. بس بحب التراث، بحب الأشخاص، بحب البورتري يكون في عطول ناس بلوحاتي، ما بحب لوحاتي. نعم. بس طبيعة صامتة أو شيء، بحب أنا يكون في حياة بلوحاتي. ولبنان له مكان دائما بلوحاتك؟ طبيعي طبيعي، اغلب لوحاتنا هون عن لبنان، عن تراث لبنان، عن يعني عم نحاول نحيي تراثنا، عم نحاول نحيي الاشياء اللي راحت. واليوم كمان استاذ نزار اخذني على بيت من بيوت المحميه. نعم. في معصره قديمه ما بعرف شو قديش عمرها، باذن الله هذه كمان بدي اخذ منها شوي هيك للوحاتي. نعم. تستوحي منها. اكيد. نعم. اكيد نعرف جذورنا كيف كانوا وكيف. اكيد اكيد ساره، يعني قد ايه بهمنا دائما نذكر باهميه هالمحميه اللي هي اكبر يمكن محميه لبنان. هي اكبر محميه بلبنان مزبوط، يعني مثل ما قلت لك قبل، البيئه هي الملجا الوحيد، قادر الشخص يتعرف على تاريخ بلده، يشوف منطقه منا صغيره، قادر يتعرف على تاريخها، يشوف الاثار مثل اللي ذكرهم استاذ رفعت هلا، قادر يتعاطى مع المزارع،
قادر يتعرف على يشوف كيف نحن رجعنا عملنا إعادة تأهيل للمدرجات الزراعية القديمة، قادر يعني متى نظره بلاندسكيب عن جد ناتشرال لاندسكيب كتير حلو. هالمحمية اليوم فعلا محمية ولا بحاجة لجهود كرمال فعلا نحميها وفي جزء منها يمكن بخطر؟ هي فعلا محمية، بس أكيد نحن على طول بسعي دائم لنوعي المجتمع المحلي ولبنان ككل عن أهمية وجودنا نحن فوق. ويعني المحمية اليوم غير المحمية كيف كانت قبل، نحن وعي المجتمع المحلي وعي البلديات ساعدنا نوصل لمطرح ما نحن، لأنه هيدي فعلا ثروة حقيقية نحن بحاجة إنه نتمسك فيها. وبعتقد بهالوقت كلنا بدنا نرجع للطبيعة للأرض ونرجع أيضا للفن والثقافة. أنا بدي أشكركم سارة نصر الله منسقة بمحمية أرز الشوف والفنان رفعت كرباج، ندعي الكل أكيد يزوروا محمية الباروك هيدي الصيفية وهيدا الويك إند كمان ليكتشفوا كل هاللوحات الحلوة اللي انرسمت الويك إند الماضي. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. مشاهدينا مرة جديدة لليوم بحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، لقاء جديد بياخذنا إلى عالم المسرح وتحديدا إلى المسرح الحكواتي والمسرح المونودرامي. بتنضم لنا الكاتبة والمخرجة مخرجة عرض وحدة تحديدا أستاذة فادية التنير. صباح الخير ست فادية. ست فادي انا ما عم بقدر اسمعك على ما يبدو، في مشكله تقنيه رح يحلوها الزملاء بالرجي لحتى نقدر نسمعك اكثر وبطريقه افضل. انا رح اقول انه فادي انت حائزه على دبلوم دراسات عليا بالتمثيل من معهد الفنون بالجامعه اللبنانيه وبتشتغلي بمجال المسرح من 1987. اشتغلتي تحت إدارة مخرجين كبار وطبعا مبدعين مثل أستاذ فائق حميسي ودكتور بطرس روحانا، أستاذ سهام ناصر بعدة مسرحيات، وأيضا مثلتي لبنان بأكثر من مهرجان دولي عربي ومحلي منهم مصر تونس وفرنسا مع المخرجة عليا الخالد. ما بعرف إذا صرتي عم تسمعيني وعم بسمعك بطريقة أفضل. صباح الخير ست فادية. انا عم بسمع كتير منيح، ما بعرف اذا انت عم تسمع. تمام، هلا صرت عم بسمعك. نورتينا مثل دايما، يعني وجودك اضافي باي محل بتكوني موجوده فيه ست فادية، فاهلا وسهلا فيك. شكرا. شكرا. ست فادية، يعني قبل ما اروح الى العرض الحكواتي المونودراما اللي رح نحكي عنه انا وياك اليوم، شو واقع المسرح؟ كيف عم بتشوفي المسرح مع هيدي الجائحه، مع تداعيات الجائحه وايضا الوضع الاقتصادي؟ شو بدنا نشوف؟ ما قادرين نشوف مسرح. هي هي القصة، انه قبل كل الأزمة الاقتصادية وحتى قبل الكورونا المسرح كان عم بيعاني. نعم. عم بيعاني لانه مش لانه ما في طاقات، في طاقات كتير، بس عم بيعاني لانه ما في دعم مادي، لانه اي شيء بدنا نعمله لو كان بسيط بده دعم مادي. نعم. مثل يعني ببعض الدول يا اما بيعطوا المبدعين اموال حتى يعملوا انتاج، صحيح، يا اما بيتركوهم يعملوا انتاج وبعدين بيشتروا منهم كميه من العروض حتى طبعاً يقدروا يتابعوا. نحن هون لحالنا لا بيعطونا لنعمل انتاج ولا حتى فعلا بيساعدوا المبدع والمنتج باي عمل بيقدمه. للاسف يعني شأن بكل احوال اي قطاع تاني ست فادية بهذا البلد، متروكين بكلمة للكلمة من معنى. ولكن على الرغم من هيدي التركة في انتاجات، في ابداعات، في اعمال كثيرة موجودة على الساحة اللبنانية وما زالت مستمرة والحمد لله، ما بنعرف كيف ولكن مستمرة. لمنهم عرض وحدة اللي هو عرض مثل ما قلنا حكواتي مونودراما. خبريني عن هذا العرض، ليش وحدة؟ لانه انا وحدة. مثل كلنا كل واحد خلق وحده وحيموت وحده. وحدة هو انا عم بحكي عن حالي، عن ذكرياتي. نعم. بهالبيت اللي صرت عايشه فيه لوحدي. انطلاقا من تجربه شخصيه عم تحاولي تنقليها الى خشبه المسرح. 100%. هلا هي منا خشبه مسرح كثير. هي هو وحدي عباره عن زياره. زياره لبيتي. نعم. بنجول فيه من غرفه لغرفه. وبكل غرفه عم بحكي حكايات عن حالي، عن أهل بيتي، عن بيروت، عن المسرح.
عن ذكرياتي بالمسرح من أنا وصغيرة. نعم نعم. ست فادية قديش في جرأة أنه تفوتي الناس كلها على بيتك؟ يعني نحن الناس اللي بتفوت على بيتنا هي ناس قريبة، ناس بنعرفهم، ناس مقربة منا، والناس اللي ما كتير قراب منا بيدخلوا لبيتنا، ولكن بيكون بتكون يعني بيكون موقعهم محدود. هذه طبيعة الحياة. اليوم انك تفتح ابواب بيتك قدام كل المشاهدين، قدام كل الناس، لحتى يعرفوا تفاصيل يمكن ذاتية وشخصية، بالإضافة إلى تفاصيل هيك مرتبطة بالوضع العام، قديش بدها جرأة الخبرية؟ هي بدها قرار بمشاركة الحقيقة. وأنا تعودت من أنا وصغيرة على كل القصص شارك كل شيء، وأنا بحب يعني يكون ضمن مجموعة وشارك. فبمجرد ما فاتوا على بيتي صاروا من العيلة، وصاروا بيقدروا يسمعوا حكاياتي وما في شيء مخبى. نعم نعم نعم. يعني اليوم هذه المشاركة، مشاركة ذكرياتنا بركي وتجاربنا، لحتى تفيد التاني، لحتى تكون هيك محط تلاقي ونقاش بيننا وبين التانيين. 100% 100%. لأنه الواحد هيك عايش لوحده يعني بتحزن القصة. عايشتنا كورونا لوحدنا لفترة طويلة، يعني بعدنا ما خلصنا، ولكن صرنا أفضل. الزامية العيش انفراديا بفضل الجائحة أو بالأحرى بسبب الجائحة، قديش مزعج للناس اللي مثلك ست فادية، اللي بيحبوا الناس، اللي بيحبوا يلتقوا بالناس ودايما يكونوا موجودين بين الناس. هلا هي كيف بدي أقول، الإيجابية الوحيدة بالنسبة لإلي بالكورونا أني أنا هالموضوع اللي كان عم بيجول براسي إله فترة، قعدنا الكورونا قعدتني بالبيت وقعدت كتبت. يعني من خمس سنين كانت الفكرة موجودة، اليوم نفذتي. صح. منقول شكرا لكورونا يعني؟ يمكن. عندها إيجابياتها بكل أحوال، الجائحة عندها كتير من الإيجابيات على الرغم من سلبياتها الكتيرة، وعلى الرغم من أنه حصدت كتير من الأرواح للأسف. بدي أخذك ست فادية إلى هي شطارة فينا نفتش على كل شيء إيجابي حتى لو كان سلبي. تماما. بدي اخذك انا وياك ونرجع الى اسواق بيروت، زيارات الاسواق مع الوالده، من بركه العنتبله لسوق الطويله، شراء الملابس ورؤيه الاسواق والمشوار على عين المريسي. يعني ما بعرف بهذه الايام من بعد قادر يروح على سوق ويشتري ثياب او اكل او غيره، ولكن بنرجع للذكريات لحتى تعوضنا عن الحاله المأساويه. شو بتتذكري عن هذه المرحله؟ أنا بتذكر كتير أشياء. أسواق بيروت كانت تعني لي كتير، لأنه بتعرف الصغار بس يظهروا مشوار، وبهالمشوار على طول في غمش، يعني في العنتبلة، وبناكل جاتو، بنشتري تياب. كتير كتير كانت تعني لي الأسواق، مثل ما بيعني لي عين المريسة بتعني لي وبحر بيروت. بس هلأ كتير اختلفت الأمور. كيف طبعت هيدي المناطق شخصيتك ست فادية؟ يعني اليوم هيدي الأسواق، هيدي المناطق، هيدي الذكريات، كيف طبعت شخصيتك ونمتها؟ تعرف أنه أنا كانوا ياخدوني على محل اسمه روما، في هيك ثلاث طوابق بيحطوا المانوكانات، كانوا على الدراج. أنا كنت معودة أوقف حد المانوكان، بلشت مسرح من أنا وصغيرة، أوقف حد المانوكان وأحكي معهم. ومن هونيك بتبلش الحكاية، يعني من قصة صغيرة، من تفاصيل من عيشة بطفولتنا بتنطلق حكايتنا بأي مشوار لح نختاره لبعدين. 100% 100%. نعم. علاقتك بمسرح شوشو أيضا بتظهر بهذا العمل، الصور المخبيتية عن ذكرياتك مع هذا المسرح. قديش اليوم مشتاقين لفعلا لمسرح بكل ما الكلمة من معنى، مثل مسرح شوشو يحكي أوجاعنا، مشاكلنا، ألامنا، وأيضا نضحك برفقته. أحلى شيء كان بشوشو إنه كان اسمه المسرح الوطني، وكان مسرح يومي شوشو، مع إنه يعني بالآخر دفع من صحته ومصرياته. صحيح. بس كان عنده مسرح وطني يومي، كان يعمل للصغار والكبار. وأنا فعليا كانوا حضروني مسرحيات الكبار والصغار، وكلهم هيك علقانين براسي. عندي كتير صور من المسرحيات. فعلا كنا نضحك على مقاسينا مع شوشو. جمعت العائلة كلها
بعرضك وحدي، يعني هو اسمه وحدي بس هو ابدا مش وحدك، يعني مشاعر واحاسيس كل العائله جمعتيها بهذا العرض. بتخبري عن هروبك انت وخيك من الحرب، بتروحوا لتلعبوا لحتى تهربوا من قساوه الحرب، بتخبري عن اختك اللي كانت من اصحاب الاحتياجات الخاصه ايضا واللي فارقتك. اشراك كل هيدي العائله، هيدي الكميه من الاحاسيس والمشاعر بهذا العرض، قديش بيعطيه بعد حقيقي وبعد قريب من الناس بطبيعه الاحوال؟ كثير فعليا. انا لما كنت عم بكتب كنت عم فكر انه الناس حييجوا لعندي زياره اوكي، بس انه شو بهمهم باللي انا عم خبرهم اياه؟ طلع لا بهمهم، لانه كل واحد من قصه خبرتها انا عن حدا من العائله عنده قصه مثلها بتشبهها. كلنا يعني مشاعرنا وخبرياتنا بتلتقى بمكان ما. تماما. فخبرت عن كل الناس اللي كانوا بهالبيت، في منهم راحوا على الدنيا الثانية وفي منهم عملوا حياتهم، بس كلهم بعدهم موجودين بالبيت. والحلو في كتير ناس من اللي حضروا اجوا على الزيارة قالوا انه انتوا عم تحكي عنهم نحن شفناهم وحسينا بوجودهم. تقنيا ست فادية كيف كانت عم بتصير العروض وبعد في عروض؟ يعني كانت الناس عم تجي لعندك عم تاخذ مواعيد مجموعات، قديش كل مجموعة؟ كيف عم بتصير الاشياء تقنيا؟ انا حطيت على الفيسبوك اعلان اذا بدنا نقول، وكانوا عم بيتصلوا فيي، والمجموعة تكون بين 12 و15 شخص. نعم. على الاكثر. وكان اي طبعا يعني على موعد مسبق. وبنعمل زيارتنا اللي هي من غرفة لغرفة اللي هي مدتها 43 دقيقة. أي على الغرفة الأجمل؟ صراحة يعني عم بطالبوني. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تجددي العروض، لأنه على ما يبدو في 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 رواج وفي في نجاح لهذا العمل بطبيعة الأحوال، وكل الناس اللي إجوا طالعين بفيدباك أو بهيك ب بأحاسيس وبتطلعات ونظرة للموضوع بطريقة جدا جدا إيجابية. يعني خلينا نقول كنت عم بسألك أيها أجمل غرفة بالبيت ست فادي، يعني اليوم أنت عم تعملي المونودراما تبعك، وين هي الغرفة الأجمل؟ أيها أجمل مباري. بتعرف أنه أنا كنت ببيتي قبل الكورونا، بيت كبير هو مستأجر بس مش بيتي يعني أجار، كنت حاصرة حالي بغرفة نومي بس. بعد العرض ما كتبته وعملته حسيت حالي أنا كبرت وصرت قد البيت كله، فما فيني نقي وغرفة من البيت كله. وإياها اللي فيها أسوأ الذكريات؟ لا لا ما في أسوأ، أنا بأخذ السلبي ومنعمله إيجابي. ما في أسوأ كله حلوين. البيت لما يشهد على حرب وعلى دمار وعلى قتل وعلى ناس من فرقهم، وبنفس الوقت بيكون عم بيشهد على فرحات وعلى ابتسامات وعلى ليالي حلوة وليالي دافئة وليالي باردة، لما تختلط كل المشاعر بهذا البيت قديش بيكون البيت قادر يصمد أكثر وأكثر؟ سوري آخر شيء مسمع. قديش البيت بيقدر يصمد من خلال كل هيدي المشاعر؟ ايه صامد هو قوي. لا حلوة الذكريات، كثير حلوة الذكريات، لأنه ساعة بتضحكنا ساعة بتبكينا. هي المشاركة أحلى شيء، المشاركة ونتذكر نحن عم نشارك حالنا. أنا عم بكتب اكتشفت كثير أشياء عن حالي صراحة. نعم نعم. أنا بديلك أعطيك ألف عافية على هذا العرض، كتابة وأخراجا، عرض وحدي يعني، وفكرة بعتقد جديدة إلى حد ما على مجتمعنا اللبناني، أنه الناس تروح إلى عرض بيتي مسرحي، ولكن بيتي، وفي بعد في رسالة بعتقد أبعد بكتير من الرسالة الذاتية، في رسالة وطنية واضحة بالعرض اللي عم بتقدميه. بكل أحوال مش جديد عليك أبدا ست فادية، ريادتك بعالم المسرح منحب دايما نعرف أخبارك ونعرف جديدك ونعرف كل الأمور اللي بتقدميها، لأنك بتقدميها بمحبة وبتفاني وبمهنية دائما مشهود لها. فادية التنير الكاتبة والمخرجة بعرض وحدي، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة تلفزيون لبنان، وإن شاء الله إلى المزيد من العروض والمزيد من النجاحات. شكرا جزيلا. شكرا لألك. شكرا لألك. مشاهدينا فاصل إعلاني قصير ومنتابع، خليكن معنا.
تابعي معكم مشاهدينا أحلى صباح باسمه الأخير برعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وتكريما لفوج إطفاء بيروت اللي قدم شهداء كتير بتفجير المرفأ بأربعة آب. دعا ملتقى متحدون من أجل العدالة للبنان وشعبه لحفل إطلاق كتاب بعنوان العدالة للبنان وشعبه، لأنه نحن بعد 10 أشهر بعد ناطرين العدالة للأسف، وبعد ناطرين الحقيقة اللي ما عم تظهر، والتحقيقات بعدها عم بتراوح مكانها. كل التفاصيل بناخدها مع مها ديب وهي أمينة سر ملتقى متحدون من أجل العدالة للبنان وشعبه، والدكتور خضر الحلبي مسؤول التواصل بالملتقى. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. هالملتقى هو ملتقى جديد على الساحة اللبنانية. صحيح. مدام مها، يا ريت تعرفينا عنه بداية، أنت تأسس وشو هدفه؟ أول شيء صباح الخير. أهلا وسهلا. وأنا باسم الملتقى بشرفنا نكون نحن تحديدا على شاشة تلفزيون لبنان، هالمؤسسة اللي بتحمل تاريخ الوطن. فأول شيء بحب أقدم شكري وتقديري لهالمؤسسة. بالنسبة لملتقى متحدون من أجل العدالة، هيدا ملتقى حديث الولادة بضم مجموعة نخبة من المثقفين الوطنيين المستقلين، داعوا مع على فكر سعادة السفير دكتور هشام حمدان، اللي إن جريمة المرفأ فجرت الظلم اللي كان حامله من سنين لهالشعب. كان يشوف السفير حمدان انه الشعب اللبناني تعرض لظلم من 50 سنة واكثر نتيجة تجاهل الأمم المتحدة لمنحه حقوقه بالحماية. كان لبنان ساحة صراعات خارجية وتحمل أعباء وما زال صحيح. فمن 50 سنة لهلأ لبنان حامل ضريبة العالم، حروب الآخرين على أرضه، حروب الآخرين على أرضه والصراعات الخارجية والداخلية. وجد جريمة المرفأ فجرت هالظلم المتراكم، وهون التف مجموعة من المثقفين حول السفير حمدان. كان عنده رؤية وطنية وأطلق صرخة اللي هي صار ضرورة المطالب بالعدالة، لأنه نحن العدالة ما وجدناها بلبنان. فالسفير حمدان من خلال خبرته القانونية والدولية والدبلوماسية ضوالنا على الطريق اللي ممكن نحن نصرخ فيها بالعدالة ونطالب فيها ونوصلها. وهلا بالتفصيل حنحكي شو هي الطرق. حنحكي عن مجموعة مفكرين، مش كلكم قانونيين. لا أكيد مش كلنا قانونيين. المجموعة هي ملتقى، منا جمعية. نعم. ولا مجموعة، ملتقى عابر للطوائف، كمان نقول وطني، تجمع وطني بامتياز بضم مجموعات من كل طبقات المجتمع، من كل فئات المجتمع. في سفراء، في محامين، أطباء، تربويين. أنا مثلا مديرة مدرسة. نعم. وأنا مدربة اجتماعية، يعني ما إلي علاقة بالقانون والقضاء، ولكن طبعا كلنا مؤمنين بموضوع العدالة. معنا ناشطين بالمجتمع المدني منوعة، والتجمع منوع، وبنفس الوقت هو بيشمل كل المناطق اللبنانية. نعم. يعني ما عندنا حدود على مساحة الوطن، احنا ما عندنا انتماءات سياسية، ما بنشتغل على شعبوية، ما عندنا غاية انه نوصل لمراكز معينة. نحن كل هدفنا رفع صوت لبنان بالمحافل الدولية وتحديدا الأمم المتحدة وكل دول العالم، تنقول انه هالشعب اللي انظلم، اللي مشحف بحقه، عنده سبيل يوصل للعدالة عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق العدالة الدولية. نعم. يعني اليوم عم نشعر مثل ما كنا عم نقول من شوي انه نحن شعب يتيم او يتيمة، نحن منسيين من مسؤولينا، مسؤولين منسيين من دولتنا، ومسؤولين من منسيين من الخارج ايضا، يعني للاسف طبيعي الأمم المتحدة. نعم. كانت يعني تخلت نوعا ما، يعني الدول العالم كله تخلى عن لبنان. نعم. نعم. بمرحلة من المراحل ولا يزال مثل ما شايفين هلا، يعني باخر اهتمامات الدول هو البحث بالقضية. نعم. اللبنانية. وللأسف نحن بننطر الدول شو بدها تقرر، وكأنه نحن بنربط مصيرنا بمصير الآخرين. دكتور خضر، يعني اليوم شو رؤية هيدا الملتقى، وشو النشاطات اللي بيفعلها على الأرض؟ يعني شو الشيء اللي حابب يحققها على الأرض غير إصدار كتابات وإقامة المؤتمرات؟ كتير حلو. أول شيء موجه تحية، وكتير حلو هالسؤال. نعم. أولا نحن بلشنا بالإشارة للموضوع الحقوقي من زمان، لأنه لبنان بتعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكرس،
وملتزم به لبنان من خلال مقدمته بالدستور اللبناني الفقرة الباء. من مؤسسين هال أكيد هالشورت. طبعاً طبعاً. وسعادة السفير الدكتور هشام حمدان من الخبراء فيك تقول ومن المشاركين بنص قوانين أو مبادئ المحكمة الجنائية الدولية. ولبنان هو من الأوائل اللي نصوا اللي شاركوا بإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المكرس بالدستور للأسف المنتهك من زمان يعني. والشعب اللبناني أو نحن كشعوب ممكن نفتقر إلى التكافل القانونية، بمعنى أنه نعرف أنه في قانون في محامين ولكن القانون لا يطبق في بعض الأحيان، والدستور حبر على ورق ببعض الأحيان في قبيل الليلين لما نكون لم نعرف واجباتنا ولم نعرف حقوقنا يعني. ما هيدا هو ما نحن عم نرجع هاي الفقرة جيم اللي هي من الدستور اللبناني يلي هو يعلو القوانين. هلق ما في قانون، مجلس الدستور هو بياخد القانون، هو دستوري ينسجم مع الدستور أو لا ينسجم، في قوانين كتير لا تنسجم بما فيها أين العدالة. نعم. لما وصلنا نحن بلشنا من 2016 بتكريم قوى الطوارئ الدولية بجبل لبنان لنكون نعطي المثال للشعب اللبناني الذي يقدر الجهود الدولية للنظرة إلى لبنان ومساعدة لبنان، فبلشنا فيها وعملنا لقاء كتير واسع موسع ودعينا كل السفراء وانطلقت لحتى صار عنا 4 لتفجير المرفأ. الكتار بيسموه انفجار بس ما في انفجار من دون سبب، إذا تفجير تفجيرين كمان تفجيرين. فإذا تفجير المرفأ هو جريمة ضد الإنسانية بكل ما في الكلمة من معنى. فطرح سعادة السفير طرح أنه لا لازم نتوجه لنحو شيء قانوني يلي هو دستوري اللي عم طالب بدستورنا، ما عم نعمل شيء برات الدستور يلي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولا اللي هو كشف العدالة الفقرة جيم من الدستور. إذا قال شيء فينا يعني نعمله أصلا، قال شيء فينا نطلب فيه، أقل شيء فينا نعمله نحن نعم. كواجبك الوطني، أنت عندك واجب وطني ملزم تكون فيه. ولا ما قدر ليه هالقد صعب أنه تتحقق العدالة بلبنان؟ يعني هل فقدنا الثقة من هالناحية؟ مش عم بحكي بس عن تفجير المرفأ، عم نحكي من 50 سنة لهلأ ما في جريمة فعليا انكشفت بلبنان أو مجرم تحاسب. صحيح، لأنه في عنا مشكلة أزمة ثقة. الأزمة عنا حاليا أزمة ثقة، يعني طلع أنت بنزين بتوقف بالدار، الدواء ما فيه، أوكي تنقول إنه في عجز منه ما في إدارة، يعني عبلا ينقضوا بالبيوت، صار أحسن لهم يديروا بيوت مش يديروا دول. يعني إذا بدهم يزلوا الناس طيب هيدي مين اللي بده يحاسب؟ مين بده يحاسبهم؟ في عندك قوانين دولية هي تقوم بحماية هالمواثيق. يعني بدنا نسأل سؤال نحن مع احترامنا، يعني كانت الممثلة عن الأمين العام الأستاذة نجاة رشدي كانت معنا بالمؤتمر اللي وحكت على السكايب، وكانت طبعا بموقفها مؤيد جدا للعدالة وكشف الحقيقة لتفجير المرفأ وبالتالي لإعادة الحقوق اللبنانيين المهدورة من سنوات للأسف. لأنه من العقاب بالضبط، لفلت من العقاب. نعم. يعني في عندك جرائم ترتكب بـ 24 ساعة بيكشفوا جريمة سرقة أو جريمة بسيطة، تفجير بهالضخامة هيدي بعدهم لهلق ما اكتشفت، والضحايا وأهالي الضحايا راحت وأهالي الضحايا ما حدا عم يتطلع فيهم، شو هالمنطق هيدا؟ نعم. يعني شعب بأكمله عم يروح إبادة جماعية، هيدي هي جريمة ضد الإنسانية، هيدي مين بده يحاسب عليها؟ ما فينا إلا ما نتكل على حالنا لنعلي الصوت مثل ما حضرتكم عملتوا بهالكتاب. صحيح. كيف خلقت مدام مها فكرة الكتاب؟ مثل ما حكيت بعد جريمة المرفأ دعينا يعني مجموعة من المقربين من السفير حمدان، وهو عنده كثير علاقات واسعة على مختلف القطاعات بلبنان، فأطلق الفكرة أنه نحن بدنا نطالب، يعني بدنا نصرخ نطالب بالعدالة، لأنه ولا ممكن بعد هالجريمة أنه بقى نسكت، أنه 50 سنة عم نتحمل ظلم وتجاهل، بس هلأ خلص يعني هاي مثل ما قال دكتور خضر جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس. فنحن بدينا بأول أيلول يعني مباشرة بعد جريمة المرفأ كان عنا اجتماعات ماراثونية أسبوعيا، كنا نلتقي من كل لبنان. واضح أنه من وقتها ما كنتوا كتير مأمنين أنه التحقيق رح يوصل يعني التجارب علمتنا أنه لا، وخبرة المجموعة بالملتقى كلهم يعني عندهم في عنا كتير مرجعيات قانونية وأشخاص حقوقيين عرفوا انه نحن لا بده يكون صوتنا ابعد من فضاء لبنان. فابتدينا اول خطوه، اول شيء عملنا عريضه الكترونيه مضاها الاف اللبنانيين بالداخل لبنان وبالاغتراب،
ولكن حسينا انه هالخطوه منا كافيه لانه في كثير مجموعات غيرنا كمان عملوا عرائد الكترونيه بنفس الوقت، بتعرف قديش كان في ردود فعل. فنحن اخذنا اول خطوه هي انه نخاطب مباشره الامم المتحده. فكانت اول خطوه لنا يعني يمكن نحن اجتمعنا باول ايلول حوالي 20 ايلول كنا نحن مباشره موجهين رساله ل مندوب الامم المتحده عن طريق ممثله بلبنان. فنزلنا وفد واجتمعنا وقدمنا رساله، هالرساله بالطالب بالتالي. اول شيء احاله جريمه المرفأ الى المحكمه الجنائيه الدوليه. نعم. المحكمه الجنائيه الدوليه هي محكمه مستقله، محكمه دوليه مستقله لا تتقاضى مبالغ على التحقيقات. صحيح. وهي مكلفه باجراء التحقيقات بهيك جرائم ضد الانسانيه والجرائم الدوليه. فاول مطلب لنا كان هو رفع طلب إحالة جريمة المرفأ على المحكمة الجنائية الدولية مع احترام القضاء اللبناني. رح أسألك يعني اليوم البعض رح يقول لك هل قد فقدين الثقة بالقضاء المحلي؟ لا، نحن عنا بنحترم القضاء اللبناني ونحن بنوثق بالقضاء اللبناني، ولكن هل يا ترى القضاء اللبناني عنده الإمكانية وعنده الحرية يكشف الأمور؟ كشف، ولكن عنده الحرية، حط إيده على كثير أمور، هل عنده الحرية إنه يكشف هالأمور هي؟ فنحن مش تهميش دور القضاء اللبناني، ولكن المحكمة الجنائية الدولية بتتعاون مع القضاء اللبناني، ولكن بتكون سلطة أقوى وعندها سبل للتحقيق أكثر. فكان أول مطلب لنا إحالة الجريمة على المحكمة الجنائية. كمان ضمن رسالتنا للأمم المتحدة اللي تسلمت شخصيا لمندوب الأمم المتحدة كمان إنه نحن كنا عندنا طلبنا بإقامة إنشاء محكمة خاصة محاكمة الفساد واسترجاع الأموال، لأن نحن مش بس جريمة المرفأ خلتنا نفجر غضبنا. كمان طلبنا يكون في مؤتمرات لحل النزاع، السلم بعد النزاع، ومؤتمر للمصالحة والمصارحة بين أطراف التنازع بلبنان. يعني قدمنا عدة مطالب برسالتنا الأمم المتحدة. ما خفتوا شوية تضيع البوصلة أو تضيع الرسالة اللي لها علاقة بانفجار المرفأ بعد ما تفوتوا كل هالعناوين اللي أوقات فيها تكون تحمل كثير من الجدلية كمان بالمجتمع الداخلي اللبناني؟ فيها أكيد فيها جدلية، ولكن نحن كمان من ضمن المطالب كما بتقولي صار مطالب كبيرة. نعم. هي المساعدة على تطبيق الحياد الإيجابي لبنان. نحن بس طرحنا برسالتنا الحياد الإيجابي كان بعد ما انطرح موضوع الحياد حتى من سيادة البترك. ونحن عزرنا البترك وطرحنا نفس الرسالة اللي بعتناها الأمم المتحدة، كمان طرحناها على البترك الراعي وعلى كافة المرجعيات الروحية وعلى قيادة أركان الجيش وعلى بعض الفعاليات المرجعيات السياسية، نفس الرسالة إنه نحن هاي مطالبنا ومن ضمنا الحياد الإيجابي. وبعد منا بلش يتنادى. نعم. بالحياد. نعم. الإيجابي اللي هو مطلب الشعب اللبناني. لا، منا مطالب كبيرة بس كلها مرتبطة ببعضها. نعم. يعني رؤية يعني واحدة، رؤية واحدة. المحكمة الجنائية الدولية مختصة بجريمة المرفأ، ولكن القضايا الثانية من اختصاص الأمم المتحدة. نعم. يعني نحن طلبنا رفع الظلم عن الشعب، وطبعا إحقاق العدالة لضحايا الشهداء. نعم. وإعطاءهم حقهم. دكتور خضر، اليوم نحن لشو بحاجة فعليا ليستلم القضاء الدولي هيدي الجريمة ويحط إيده على هيدا الملف فعليا؟ شو الخطوات اللي لازم نتبعها؟ الخطوات هي شفافية أول شيء بالتحقيقات. نعم. اثنين، التعاون مع القضاء اللبناني بين هلالين، مع أنه في القضاء بعض الأحيان مسيس، بس ما فينا نشمل جميع القضاة أو السلطة القضائية، لأنه في قضاة نزيهين شفافين بحاملين هالرسالة، رسالة الحق والعدل، لأن العدل أساس الملك وهن مشين على هيدا الأساس، بغض النظر أنه في بعض الدعوات موجودة بالأدراج لأنه بقرارات سياسية مطموشة. نحن الهدف من هيدا الموضوع هو عملية منحط هيدا القضية تفجير المرفأ والضحايا بالجوارير مثل ما صارت في قضايا أخرى. نحن عم نضوي على موضوع التعاون القضائي ما بين السلطات اللبنانية والمحكمة الجنائية الدولية لإحقاق العدالة. اليوم ما في تعاون أبدا؟ اليوم للأسف نحن منأسف أنه ما في تحرك دولي على صعيد الضغط بالقانوني والحقوقي لكشف للعدالة أو لكشف الحقيقة. هذا الضغط بده يجي من الداخل بداية. بداية بلش من الداخل. نعم. ولكن هون بتعرف أنت الأمور محسوبيات ماشي، يعني إذا بدهم يمرقوا قضية بمرقوا، ما بدهم يمرقوا بدهم يكشفوا شيء. الأمور مرتبطة بالسياسة كتير، وهذا شيء بيفقد العدالة قيمتها. نحن عم نطالب بالعدالة، والعدالة الاجتماعية هي عم نطلب بالمطالب الدستورية لحقنا فيها كمواطنين، وهودي ضحايا إلهم حق يوجهوا الاتهام للبدنياء، إلهم حق، بدهم هن يعرفوا شو صار مع أولادهم، شو صار مع أهلهم،
مثل أي مواطن لبناني. أنا بدي أعرف مصير وطني وين، إلي حق أسأل أنا كلبناني مصير وطني وين. الحياد الإيجابي، الحياد عن الصراعات الإقليمية والدولية، مع الاحتفاظ بالحق عن الدفاع عن النفس يلي هي حق شرعي مكرس لك أي مواطن. نعم، وهذا يمكن اللغط اللي عم بيصير واللغط اللي عم بيصير بالضبط. نعم. فنحن هون عمليا نحن التعاون الإيجابي مع الكل، مع طاولة الحوار يلي مفروض نكون كل الأطياف السياسية موجودة على طاولة تتفق لإنقاذ لبنان من أي مخاطر عم يتعرض إلها، وخاصة أنه بعد هلق من الضرورة والأكثر من الضرورة أنه يجتمعوا على طاولة لنحل الأزمات أولا الداخلية اللي موجودة كلنا عم نلمسها، كل الشعب اللبناني عم بلمسها. مهما يجتمعوا على طاولة يتفقوا علينا بالآخر، مجبرين ملزمين. نحن عم نقول لهم هن عليهم واجب يديروا البلد، واجبهم الشعب مصدر السلطات. نحن كشعب منطالب شعوب العالم بالوقوف حدنا لأنه يحترموا الدستور ويحترموا القانون، مسؤوليننا ويحطوا خطة دفاعية وخطة انقاذية للبلد. دكتور خضر، لأرجع شوي على موضوع الكتاب اليوم، شو المقاربة اللي تبعتوها بالكتاب؟ لأنه كتاب كبير فيه كذا محور، شو بيتضمن؟ بيتضمن عدة مواضيع قانونية حقوقية بالوضع الداخلي، بالحقوقنا الوطنية، بترسيم الحدود بما فيها ترسيم الحدود. يعني نظرة شاملة للموضوع. بدي واضح بالشغل إنه ليه بنناقش فكرة الكتاب. الكتاب هو توثيق للمؤتمر اللي عمله الملتقى. تفضل. صحيح، هيدا المؤتمر اللي صار قبل هيدا الكتاب طلع فيه عدة آراء، كونفرنس كتير كبير جمع أفكار وآراء حقوقيين قانونيين، فقط كان الموضوع بحث متكامل حقوقيين ومنظمات إنسانية. ومنظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة، ممثلة الأمم المتحدة. نعم. دكتور نجات رشدي وعائلات الشهداء. نحن قلت لك بلش الملتقى ببداية أيلول. نحن بتشرين بأيلول توصلنا مع الأمم المتحدة، وصلنا رسالة مع سيادة البترك، مع المرجعيات الروحية كلها، مع أركان الجيش بفترة أيلول بتشرين أول. بتشرين الثاني عقدنا مؤتمر وطني. نعم. ضم كل فئات المجتمع ومن كل مناطق لبنانية، وكان مؤتمر قانوني ووطني بامتياز، استمر كل النهار، يعني ما كنا ندوي، مؤتمر كان. وهالمؤتمر تلخص بهذا الكتاب، صار فيه محاضرات تناولت العدالة، صار في موضوع تفجير المرفأ بالقانون اللبناني، وموضوع تفجير المرفأ بالقانون الدولي، كيف بينزل القانون اللبناني لهيك جريمة، كيف بينزل القانون الدولي لهيك جريمة. كان في كتير محاضرين، وكان في مشاركين من المنظمات الإنسانية، كان في ممثلين من ضحايا تفجير المرفأ، من المجتمع المدني، حتى من تحركات الثورة كان في ممثلين يعني موجودين حاضرين. وبعد هالمؤتمر طلعت الفكرة أنه حرام يتوثق هالمحاضرات القيمة، يعني خلاصة هالحوارات. صار مرجع قانوني لهالمحاضرات، لهالعناوين هذه مختلفة، ومن ضمن الحياد اتفاقية الهدنة اللي نحنا نعتبرها هي الخط الأحمر اللي لازم ننطلق منه. صحيح، يعني في تشابتر ما بدنا نفوت بالتفاصيل الكتاب. صحيح. عن 17 لا بس هيدي اتفاقية الهدنة هي المطلب كمان اللي رفعناه. نعم. بالرسالة اتفاقية الهدنة سنة 49 اللي هي. نعم. لو طبقت ما كنا نحنا لا تعرضنا للعدوان الإسرائيلي المتكرر. نعم. ولا للحروب العباسية مع العدو الصهيوني، وكنا حفظنا حدودنا البرية والبحرية. فنحن من ضمن الرسالة توجهت هي العودة لاتفاقية الهدنة واحترام اتفاقية الهدنة. دائما العبرة بتبقى بالتطبيق. اليوم قررتوا تقدموا هالكتاب مدام مها لأرواح الضحايا اللي سقطوا من الحرب الأهلية بلبنان وصولا لتفجيري المرفأ، ليه هالاختيار؟ لأنه نحن قلنا انطلاقتنا صرختنا العدالة هي ضد الظلم اللي طال الشعب اللبناني من 40 سنة و 50 سنة. أيضا نضال واحد. صحيح. فنحن هالكتاب تحية لأرواحهم، لأنه كلهم ضحايا. نعم. كلهم ضحايا الإهمال الدولي، ضحايا السياسات المحلية، ضحايا الفساد والمحاصصة. ما بدنا نحكي أكثر، يعني ما بدنا نوجه الصوب حدا، بس أنه بشكل عام وتحديدا طبعنا لاستخدام الكتاب. النسخة الأولى هي كانت مجلد، قدمنا تقدمة للسفارات، قدمنا تقدمة للمرجعيات. صحيح. من دوليا مثل ما كان حضرتكم بالفعل بتريده. وبعدنا عملنا الكتاب الثاني. نعم. اللي هو بيعود رايعه، اخترنا هو تحية لكل شهداء الوطن. نعم.
ولكن تحديدا حبينا يكون رايعه لفوج اطفاء بيروت، لانه نحن كنا المفروض نختار جهه نقدم للرايع، ما فينا نقدم لكل شهداء ما فقنوا كتار مع الاسف. دكتور خضر، لكن الاختيار فوج اطفاء بيروت. فوج اطفاء بيروت اولا وجه له تحيه لتعرفنا عليهم، عرفنا نشاطهم بوقت التفجير والنشاط اللي بيقوموا فيه عاده بالازمات، وتعرفنا عليهم شخصيا، يعني نوجه لهم اكيد كل التحيه. هودي الناس قدموا شهداء لينقذوا اخرين، ضحوا بارواحهم، حطوا كف دمهم على كفهم لينقذوا الاطفال وينقذوا الشيوخ وينقذوا الناس من دون اي، طبعا مع هالمعاش البسيط وللاسف اللي عم يتقدم لهم، اللي ما بقى اسمه معاش، هذا صار اسمه اعاشه اليوم، إعاشي يعني شو بدنا نسميه، للاسف انه يا ريت بينظروا لهم وبيطلعوا فيهم لهالطاقات الانسانيه اللي عم تخدم هالمجتمع من دون اي شيء، يعني عم بيضحوا بارواحهم كرمال الاخرين. اذا يستحق فوج اطفاء بيروت هيدي التقدمه لو كانت بسيطة، يعني حد القدر الكفاءات اللي عم بيقدموها أو النشاطات اللي عم بيعملوها، فاخترنا هني لأنه هني فعلا يعني أرواح ضحوا، والله يرحم اللي راحوا عرشتهم قصصهم بعد بالبال، وبعد ما نسينا وما لازم ننسى، عشر شهداء ما رح تنسى، وفعلا أول عشر شهداء كانوا هني فعلا وبالخط الأمان. وأول ما نزلنا على فوج الإطفاء بتنزل فعلا، يعني لما تشوف هالدمار اللي صاير وبتشوف الحزن على اوجه الشباب والصبايا، بتحس ساعتها لي نحن اخترنا فوج اطفاء بيروت للتقديم ليكون رايح الكتاب. دكتور خضر، يعني قبل ما نختم سؤال سريع، شو الخطوات التاليه اللي راح تقوموا فيها من بعد اصدار هذا الكتاب؟ نحن اول خطوات تانية في نشاطات كتير راح تكون حول موضوع الاضاءه على موضوع تفجير المرفأ والضحايا، والتوجه الى المعنيين والتواصل مع الحقوقيين والقانونيين بلبنان والخارج لإحقاق الحق والعدالة، ولنقدر نعطي للضحايا وأقلها صح أرواحهم بالسماء، بس عم ترقبنا بالنهاية ونحن صرنا مسؤولين عنهم بهاي قضية إنسانية، مش بس نحن كملتقى، كل فرد من الوطن اللبناني من اللبنانيين المقيم والمغترب مسؤول عن هيدا الشيء. نعم. وأماني بأرقابهم، وهيدا الكتاب مش بس محصور للحقوقيين، أي مواطن في يروح، موجود هيدا الكتاب حاليا كمان بفوج أطفاء بيروت، فيهم يتواصلوا. نعم. معهم بيقدروا يحصلوا عليه وبيقدروا يطلعوا عليه ليعرفوا كيفية الوصول إلى العدالة. نعم. وكيفية تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الدولية لفوج أطفاء بيروت. كلمة أخيرة لأهل ضحايا الانفجار مدام مها. أنا كنت عم بخبرك حادثة قبل. نعم. وقت اللي عملنا حفل بفوج أطفاء بيروت كان برعاية سعادة محافظ بيروت، وكان بحضور كمان قيادة ممثلة قيادة الجيش وكل فئة المجتمع، وكانوا عائلة الضحايا كلهم بعد الدمعة بعينهم. أحد الأباء بس خلص الحفل بيقول لي نحن حطينا أمل فيكم بس سمعناكم عم تحكوا، لأنه أنتوا صوتكم وصل لبرا، هون عم نحكي ما عم نسمع لصدى صوتنا، بلكي الصدى لبرا بيوصل أكتر. فكان عندهم أمل إنه نحن عم، لأنه نحن وصلنا الرسالة إنه نحن عم نخاطب المجتمع الدولي. ونحن على فكرة من إحدى الخطوات عنا جولة على كل السفارات، والأخص السفارات اللي هي منضمة للمحكمة الجنائية الدولية. نعم. عم نوصل الكتاب، عم نوصل رسالتنا، لنضل نحكي عن بيروت وعن تفجير مرفأ بيروت اللي هو جريمة فعلا ما فينا وما لازم أنه ننسيها، على أمل فعلا تتحقق العدالة وتنصف كل شهداء المرفأ وتنصف أهليهم وكل شخص خسر بيته وخسر رزقه. إن شاء الله. فعليا نقدر نشوف كل شخص دمر بيروت وعمل فينا هيك بمكانه الطبيعي اللي بعتقد هو السجن. بدي أشكركم أنا مهد ديب أمينة. بس بدي أقدم رسالة أخيرة. نعم. ما بقى عم بدهمنا الوقت. نعم. نحن بس نتمنى أنه نحقق العدالة لأرواح الشهداء ولأهلهم، ونتمنى يرجع لبنان هو الجسر الثقافي الحضاري بين الشرق والغرب، ويرجع مهد الحضارات. على كل حال هيدا دوره الطبيعي للبنان. بدي أشكرك كما هديب أمينة سر ملتقى من أجل تحقيق العدالة للبنان وشعبه، والدكتور خضر الحلبي مسؤول التواصل بالملتقى. شكرا على شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للجميع. مشاهدينا لهون بتكون وصلت نهاية حلقتنا من أحلى صباح، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها واستفدتوا من المقابلات ومن كل ضيوفنا. بدي أتمنى لكم أسبوع مليء بكل الأشياء الحلوة، انتبهوا على حالكم، وما تنسوا موعدنا بجدد بكرة في تمام الساعة 9. إلى اللقاء.